هي دوست دي افرتن كيسا عدو دي لغا سوكو دي سيوين لغا دري مي قد هرغيسا حد حدشد مدنيا شاقل كوكيلة دو قو جران بوحين تاچاق دي دوان کا بنانا تشل قدون كاقل كوكيلة دا ايو بني قد مي هوري قلها وكيلة دا عبد الرحمن محمد عبد الله ايرو ايو حسوين اقلقا غيدا سيحيلي غان لغا دري ميا حروما حزبية دا كل مي ايو ودان يسيدو كلا قيبا كميدا هو تيلا دا هرغيسا کا بنيسان او مشارحين تا إلا حد دا او همون قبا حانشاد اسلا كورسي غاسي كامبين كو عدن سيدي اي مدنيا شوغا دا دي عين لهايين وحو ميد كستا كو سو كردين كرو ها ديو كو قوليست كورسي غاسي مشارحين تا إلا حد دا وكو عداد إلا سادالين اي المالين تبريا حد دا افو دي نوغو سوايزا لولان كادا كو دحماري دونو هول كشرالك اي حرون تاقل كا وكيلة دا وحاكم دا عبد الرحمن محمد محمود تاليان لي وحيليغان سوين ايو تاقير سيين حليبانا دا معارض كو هرقا عيو قدومي حلك بني عبد الرحمن محمد عبد الله ارو يسيدو كلا باشي محمد فارح قدومي كوحيغانكي كوبا دي قولها وكلا دا وإلا حدا آم بنين إسلا كورسي كشير قدومكا وحدنك كلا لسادالين ايا إن مالين تبريا وحي كدام بيا مار كلا لولان لوغالي دون بوحين تجاقة دا قدومي كوحيغانكا كوبا دن حد ديبا او بني مالين تبريا باشي محمد فارح ودن كودا حلغان اي وعد عدين مشارحين او كميدي حلبان احمد ياسين شاق علي ايان لي سورقال ما نقون ان دن كودان وحكا ويدين مدنياش اسكو هردي يهو قامين تكوراستا عشي قدونكا كبانانا دا وحنا ميدكستا دن كيسكو كوبسانيا انسي قرسودي هاوشي سووتو وان حبا يرا دي عيدي وغين كان عبسي قبو ان دقالي حوغن لوا ديك سدو غارهانا كوا كترتمي حزبية دا معارد كا برستا دن كيدا وحب بيني وحبا كمتشلانا كترمامي ان دن كودو حكومة دهان دقالة فربادن اي جلين ايان سيدي مدانة ودا عادي وقو قوليسان لابو حين تاچاقة دا شركو دونكا عافيينكا قودة حارون تمدحتو يدا سمالي لان حزين آذان عيقا دير او رئيس إقارة قودة هرقيسة كسية تيفي كان سمالي كيبل الله الرحمن الرحيم فيصل فيفا سوم كيبل عادي عادبان كوكو مهاد نغيا سواشا دو ديساة ان حكومة دلوكو كولي رحي مسؤول كا نقونيا قدوميها قولها وكيلة دا مدام اويس عسيلي قدومي هوري غولها وكيلة ده مدة 12 سنة دو ده حلك ده هي وحن كلها هي حكومة دو وحكومة دي محافظ كي معارض كبا وحكومة دي صدح ده حسبي با حكومة دي جمهورية سومال لان ايو قربو دينك كي احمد محمد محمد سيلا ايو ووضي قران وضي قنا عروفتي سماك الله جعلا وحن كلها هي حكومة دي جمهورية سومال لان وحفر قلينا iyo wax carqaladeena midna kuma hayso habsi buu socodka ololaha loogu jiro doorashada in iyo xulashada ninki noqon lahaa wakiil gudoomiye golaha wakiilada labada sano ee soo socda saas taradeed waxaan halkan saacad aan uga beeninayaa inana xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Axmed Siinaayo garwadeega ka yahay aynaan lacag iyo xudxudasho iyo midna kulaayeen kula dhexmeereen mudanyaasha golaha wakiilada labadii sideedanka oday iyaga ayaa xaq u leh iyaga ayaa sharci ku siinaya iyaga ayaa xeer hoosaad ku siinaya inay kii ay u arkaan inuu ku haboon yahay inay xushaan dabcan madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa xisbul xaakimka xisbul xaakimkuna majority-ga iyaga ah golaha wakiilada saas daraadeed fariinta kaliya ee xukuumad ahaan muhiimka weyn waxa weeyaan inuu xisbul xaakimku uu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada laakiinse taasi ma aha inay xukuumaddu lacag la daba joogto ama ay xudxudasho la daba joogto dastuurka iyo xeerosada golaha wakiilada isu qoraya saasay ku dhaqmayaan arinta ayada Faisal ay weydiisana waxaan leeyahay completely waxba kama jiraan idinka culays miidka ka yimaada dii mucaarad noqdo gudoomiyahaas oo kale markii hore uu gudoomiye mucaarad jiray wax culays soo habay aragtay naga imanay ma jira waa muwaadin reer Soomaaliland ninkii muxaafid iyo mucaarad ba cidii noqotaa gudoomiyaha golaha wakiilada laakiinse xisbul xaakimka oo ah xisbiga kulmiye oo madaxweynuhu ka soo jeedo gaar ahaan xukuumadduna ay majority u badan tahay waxay mar walba aanu jecelahay inaanu maadaama aanu majority-gii nahay inuu xisbul xaakimku uu speaker ka noqdo guriga golaha wakiilada inka badan dhowr iyo toddobaatan mudane ayaa la rajaynayaa in maalinta bariga ka soo xadiraan fadhiga golaha wakiilada ee lagu buuxinayo jagada ka banaanatay shir gudoonka aqalka wakiilada oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.